السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم. أهم الأخبار، المندلاوي يؤكد سعي مجلس النواب في الإسراع بتشريع قانون جهاز الأمن الوطني. القبض على رجل وزوجته متهمين بالخطف في بغداد. مجلس الخدمة، الدرجات المستحدثة للأوائل وحملة الشهادات تغطي جميع القيود المرسلة للمالية. اللجنة المنظمة لخليج 25 تجري تعديلا على موعد افتتاح البطولة. مدرب المنتخب الوطني، سنلعب على الطريقة الأسبانية. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اليوم الخميس سعي مجلس النواب بالإسراع في إنضاج بنود مشروع قانون جهاز الأمن الوطني، مشددا على ضرورة التنسيق وإبداء التعاون الفاعل بين جميع الأجهزة الأمنية للقضاء على مختلف الجرائم المجتمعية والإرهابية. وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان إن المندلاوي استقبل في مكتبه الخاص رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري. وأكد المندلاوي خلال اللقاء سعي مجلس النواب بالإسراع في إنضاج بنود مشروع قانون جهاز الأمن الوطني للمضي في مناقشته والتصويت عليه خلال بداية الفصل التشريعي المقبل. وشدد المندلاوي على ضرورة التنسيق وإبداء التعاون الفاعل بين جميع الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بمكافحة ملف المخدرات وتعقب شبكات تهريب المشتقات النفطية والجرائم المنظمة والابتزاز الإلكتروني وكل ما يهدد الأمن والسلم المجتمعي في عموم أنحاء البلاد. أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس إلقاء القبض على رجل وزوجته متهمين بالخطف في العاصمة. وذكرت القيادة في بيان إن قوة من خلية الخطف قيادة عمليات بغداد بالاشتراك من كتيبة استطلاع القيادة وقوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالتنسيق مع مدير قسم استخبارات وأمن القيادة تمكنت من إلقاء القبض على رجل وزوجته متهمين وفق المادة 421 خطف في منطقة حي الجهاد. أوضح البيان أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لينال جزائهم العادل وفق القانون العراقي. أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي الخميس أن الدرجات المستحدثة للأوائل وحملة الشهادات تغطي جميع القيود المرسلة للمالية. وذكر بيان للمجلس إن الدرجات المستحدثة للمشمولين بقانون 59 و67 من الأوائل وحملة الشهادات تغطي جميع القيود المرسلة إلى وزارة المالية والتي بلغ عددها أكثر من 74 ألف قيد مشمول بالتعيين. ودعا المجلس المشمولين إلى الحذر من استغلالهم من قبل ضعاف النفوس وابتزازهم بحجة التعيينات، مشددا على أن من يمتلك كود فعال دون تقاطع وظيفي الإسراع في عملية التقديم على الاستمارة قبل موعد إغلاقها. أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي بنسخته 25 تعديلا على موعد افتتاح البطولة التي ستنطلق يوم غد الجمعة في البصرة. وذكر بيان لاتحاد الكرة إن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي خليجي زين 25 أجرت تعديلا على موعد افتتاح البطولة ليكون الساعة 5:45 مساء على أن تكون مباراة الافتتاح بين العراق وعمان الساعة 7 ولقاء السعودية واليمن في 9:45 من مساء يوم غد الجمعة. يذكر بالذكر أن بطولة خليج 25 ستنطلق غدا الجمعة المقبل بمشاركة 8 منتخبات هي العراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر وعمان والإمارات واليمن. قيمة في القاعة الرئيسية لملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية اليوم الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخبنا الوطني ونظيره العماني في افتتاح منافسات بطولة خليج 25 بحضور مدرب أسود الرافدين خيسوس كاساس. وقال كاساس في المؤتمر الصحفي إن من الفخر أن نلعب أمام جماهيرنا وعلى أرضنا في البصرة وأن نكون على قدر الطموح في تحقيق إنجاز وإسعاد الجماهير. وأضاف كاساس ليس من المهم أن نلعب بشكل كامل مثل منتخب أسبانيا ولكن سنطبق ذات الأسلوب في المدرسة الأسبانية، مبين أن جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم يستطيعون أن يطبقوا هذه الفلسفة واللعب بأسلوب مميز. وتابع كاساس أن المنتخب العماني خصم صعب ويمتلك أدوات لعب جديدة وهو بطل النسخة ما قبل الأخيرة، مشير إلى أن الجهاز الفني حدد نقاط القوة للمنتخب العماني ووضع الطريقة المناسبة للتعامل معه في المباراة.
وعن مستوى اسود الرافدين قال كاساس: لا اعرف الى اي نقطه ممكن ان يصل منتخبنا في البطوله، لان هذا متوقف على النتائج، ولكن انا سعيد بما حققه الفريق في التدريبات، مضيفا ان الجميع يعلم القواعد والبطوله خارج ايام الفيفا داي، وهناك بعض الانديه رفضت اعطاء الاذن للاعبين للانضمام الى صفوف المنتخب، ولكن لدينا ثقه باللاعبين المتواجدين، وانا سعيد بالفريق لانه عازم على النجاح.